الاستمرار بافتتاح المشاريع المنجزة. هذا اليوم يتم افتتاح مشروع أحد المشاريع المهمة في قطاع التربية، اللي هو مدرسة نموذجية 18 صف مؤثثة ومكيفة وكافة مستلزمات والأثاث. وتعتبر أنه هذه البناية رقم 15 لعام 2023، وإن شاء الله أنه نقترب من الغاية المحددة لمحافظة ميسان ضمن استراتيجيتها، اللي هي تحقيق يعني دوام أحادي في الأبنية المدرسية. وإن شاء الله خلال السنوات القادمة بما يكون ضمن خطط المحافظة كخطة تنمية الأقاليم، وكذلك الخطط الأخرى اللي هي المدارس المدرجة ضمن القرض الصيني ومدارس ضمن البرنامج الحكومي والمدارس الأبنية المدرسية المدرجة ضمن خطة محافظة ميسان، خلال السنوات القليلة القادمة يكون هناك دوام أحادي في الأبنية المدرسية في محافظة ميسان. وكذلك مو فقط الأبنية الخاصة بالمدارس، هناك أبنية أخرى اللي هي أنه قاعات امتحانية. حاليا أنه تم استكمال 50 قاعة امتحانية ضمن الخطط السابقة، وحاليا تمت المباشرة بعشر قاعات امتحانية، وتم إدراج 10 قاعات امتحانية ضمن خطة 23. افتتاح مدرسة 18 صف في منطقة أو في حي الشبيسة مركز المحافظة. تتكون هذه من ثلاث وحدات بنائية، البناية الوحدة البنائية الأولى هي البناية الرئيسية، وتتكون من ثلاث طوابق، كل طابق يحتوي على ست صفوف مؤثثة بالكامل ومكيفة أيضا، وكذلك الجناح الإداري، الكتلة البنائية الثانية، والبناية المختبرات والتي تتكون من أربع أبنية مختبرات، علما أن بناية الإدارة تتكون من طابقين، أي أنها بالإمكان لكل طابق لإدارة معينة، أي أنها بالإمكان أن تشغل من قبل مدرستين. اهتمام كبير وواسع بقطاع الأبنية المدرسية خلال هذا العام والأعوام المنصرمة والخطط المستقبلية للأعوام القادمة إن شاء الله. هذا العام اليوم تفتتح المدرسة رقم 15، وهي مدرسة مكونة من مجموعة من الكتل البنائية، أهمها كتلة الصفوف واقع 18 صف ثلاث طوابق مؤثثة بالكامل بالأثاث المدرسي والأجهزة التبريد والصبورات والرحلات وكل ما يتطلبه التدريس والطالب.